هوية بريس نحو إعلام هادف. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حقيقة هذه الزيارة لهؤلاء الذين يعني كل الأوصاف في الحقيقة قليلة فيهم، وننتظر ماذا ستقول العدالة فيهم، لأنهم تجاوزوا كل الخطوط الحمراء وارتكبوا جنايات وارتكبوا إهانات للرموز الوطنية والإشادة بالإرهاب، وكل هذه الجرائم وغيرها ارتكبوها، وأكثر من هذا أصبحوا يتحدثون باسم الملك، ما خلق البلبلة في البلد، لأن واحد منهم قال بأنه كنديروا هذا الشيء وبالمباركة ديال الملك المدعو يوسف أزهري، الذي قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صهيوني، هذا قالها في متحف أصدقاء صهيون. وبالتالي السؤال اللي كيطرحوا المغاربة وخلق البلبلة، يعني واش الملك وموافق على هذا الشيء؟ ما يمكنش. وبالتالي السؤال مطروح في البلد، وهذا خطير للغاية، خطير للغاية، يمس الأمن الوطني والاستقرار في البلاد. هوية بريس نحو إعلام هادف.